مع اقتراب الامتحانات الرسمية، نظمت الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية دروس دعم مجانية لفائدة طلبة البكالوريا. قمنا بالتنسيق مع المكتبة الولائية بتقديم هذه التظاهرة العلمية والفكرية لفائدة التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، وكانت عبارة عن مراجعة مجانية بدأت في مادة الفلسفة بإذن الله، وحاولنا أن نتصل بأجزاء أخرين في مواد أخرى، مواد علمية، مواد أدبية، باش تكمل هذه التظاهرة. هي مبادرة يشرف عليها أساتذة متطوعون بهدف تمكين التلاميذ من استدراك وترتيب مكتسباتهم العلمية، بالإضافة إلى التحضير النفسي لاجتياز الامتحان النهائي. الهدف من المبادرة هو تقليل الضغط النفسي بالنسبة للمترشحين البكالوريا، تقديم مساعدة مادية خاصة للفئة التلاميذ اللي عندهم أحوال اجتماعية، مثلا الدخل الفردي الضعيف للأب تاعو ما يقدرش يدرسوا مثلا على برا في المدارس الخصوصية. قدمنا هذه المبادرة، هذه مبادرة مجانية يستفادوا منها جميع التلاميذ بإذن الله. جينا باش نحضروا هذه الدورة باش نتجاوزوا بزاف عقبات وقعنا فيهم من قبل، وثاني باش نوجه روحنا ذهنيا ونفسيا. وبعد ما حضرنا هذه الدورة صح لقينا بزاف إيجابيات. من خلال حضور تاعنا هذه الدورة تلقينا معلومات جدد، تداركنا أخطاء بزاف، وتعلمنا منهجية الإجابة على الامتحان تاع الباك، وإن شاء الله ننجح. جينا حضرنا فيها بنهيئ أرواحنا نفسيا ومعنويا مع أستاذ نغاز عبد الحق اللي داركنا أخطاء عديدة فوتناها في فترات ثلاث سابقة، وداركنا معلومات جديدة وقيمة، وهيئنا أرواحنا نفسيا ومعنويا شهادة البكالوريا إن شاء الله. هي مبادرة لقيت استحسان وإقبال التلاميذ بهدف التحضير الجيد لاجتياز الامتحان في أحسن الظروف.